اوكي، اي حدا جديد برضه نضم يكتب لي على الشات الرسم اذا كان عماله بيعود من شعب اخرى. كلير؟ طيب، يعني هنا لاست تايم سيكشن 3 اللي كان بضم في 4 شبات اللي هم كانوا الميتد انفكشوس ايجنتس، وبعدين انهينا بشابتر الفاكسينيشن. اليوم رح نبدا في سيكشن 4 اللي هو بيحكي على الاميونو ديفيشنسيز. هاي سيكشن 4 الاميونو ديفيشنسي، وات هاز تو شابترز، اللي هو شابتر 18 بيحكي على البرايمري اميونو ديفيشنسيز اللي هو طبعا كونجنتال 1. نوعا ما في مش صعبه، يعني بده تركيز. اليوم الشابتر اليوم ما كان منيح، بده شويه تركيز. اوكي، شابتر 18 اللي بيحكي على immunodeficiencies primary immunodeficiencies بده تركيز. اليوم محاضرة اليوم بده تركيز، يعني محاضرات شوي فيها اساس اسمها genetics وفيها معلومات منيحة. بكره ان شاء الله الشابتر الثاني من سكشن 4، هما تو شابترز في سكشن 4 اللي هو شابتر 19 بيحكي على secondary immunodeficiencies. شابتر كثير سهل وراح نخصصه بفترة مش طويلة، ونرجع برجوع على الشابتر الوحيد اللي تركناه في البيسك immunology اللي هو التولرانس طبعا، عشان بعدين نكمل على الاوتو اميون ديزيز وندخل في سكشن 5. اوكي، the primary immunodeficiencies like always في عنا summary بداية كل شابتر. the primary immunodeficiencies او diseases اختصروها بي اي ديز، فعشان هيك رح تلاحظوا بي اي دي بي اي دي، يعني رح تم مستمر مع اختصار. فعبارة عن group of disorder يميزها by defects اما او في development and or function of the immune system. هلا عشان نقدر نعتمد تصنيف صنفوه كالاتي: The classification of PID is based on the nature، طبيعه ال underlying immunological defect، يعني هل هو في البي، هل هو في التي، هل هو في الفاجوستيك سيل، هل هو في الكومبلمنت سيترا. فعلى حسب طبيعته اعطانا تصنيف اللي هو classifications يعتمد على nature of the underlying immunological defect. والشابتر هذا يعتمد على هذا الحكي، يعني هلا راح تلاحظوا من هون لنهايه الشابتر راح نعطي هذول الكلاسيفيكيشنز، ونعطي على كل كلاسيفيكيشن اكزامبلز 2 3 اكزامبلز او هكذا. اوكي، طب نمرق مع بعض على الكلاسيفيكيشنز، نحكي على طبعا يعني راح ندخل في التفاصيل تبعتهم كلها هذول ب شابتر لحد نهايته، بس ناخذ مقدمه. يعني فور اكزامبل لو الانتي بودي ديفيشنس، صار عندنا نقص في الانتي بودي، طبعا هذا بيعكس امبيرد فانكشن في البينفوسايتس اللي هي بتعطينا. اوكي، او ممكن يعطي كمان ديفكت في التي نيفوسايت اللي هي بتاثر على الاكتيفيشن والتيرمينال ماتشوريشن اوف البينفوسايتس. نتذكر انه without التي البي لينفوسايتس لا التي دي انتيجنز ما بتمشي، واضح؟ فاما خلل في البي لحالها طبعا بياثر على الانتي بودي، او خلل بي تي اللي بتاثر على البي لينفوسايتس. عندنا الكومبايند اميونوديفيشنسي بيميزها acquired development and or function، انتبه، اوكي، of T lymphocytes، وبتبعها ما دام الخلل بال T بتبعها ال B lymphocytes، عشان هيك سموه combined. هلا هون لا، هون ممكن يكون خلل في ال B لحالها، واضح؟ او في ال T اللي بتاثر عليه، فعشان هيك انتبادي. هون الخلل بال T نفسها، فال T بتاثر طبعا على شغل T وبتاثر كمان على ال B، عشان هيك سموها combined immunodeficiency، بس على اساس يكون في عندكم تمييز ما بيناتهم. طبعا في عندنا classification الفاكوسيتيك سيل disorder، طبعا بنتذكر على المايلويد اللي هم الجرانولار سيلز والماكروفيج رح نحكي عنهم. كومبلمنت ديفيشنسيز طبعا حكينا بشابتر 4، على بس ان هون رح نرد نتذكره ثاني دور، اللي هو ريبريزنت باي جينيتيكالي ديتيرمنت ديفكت، اما في الفانكشنال كومبوننتس اللي هم 16 او الريجولارتي كومبوننتس اللي هم 12 اوف ذا كومبلمنت سيستم، وهدول حكيناهم بشكل كامل في شابتر 4 بنهايه شابتر 4، بس برضه هون رح نرد نتذكرهم بريفلي مع بعض باخر الشابتر. كان عندي disorders of immune regulation، ايضا immune regulation اخذتها في شابتر 12، واعطيتكم التسع عوامل للاميون ريجوليشن، منها وجود خليه التي ريجولارتي، منها الابوبتوسس، منها اتسترا، include disease characterized by abnormality in the mechanisms that control autoimmunity or autosis or cetera. طبعا رح نحكي برضه examples هون. واخر مجموعه immune deficiency syndromes، هاي عباره عن group in which defects in of one or more components of the immune system، لكن مصاحبه extra immune manifestations، يعني مش بس عوارض مناعية، أيضا عوارض غير مناعية، وطبعا رح ناخذ examples عليها. فهدول classifications الرئيسيات، ورح ناخذ two or three examples على هدول classifications. why هدول two or three examples؟ هو معطيكم بالكتاب the most common ones.
لحسن الحظ نوعا ما البي اي دي هو رير، يعني مش زي السكندري اميونوديفشنسي لحسن الحظ، وبرضه من هدول راح يعني ذا موست كومن وانز، لانه في عندنا بعض الامراض فيري رير، فمش معقول يذكر كل الامراض، بركز على ذا موست كومن وانز، مع انهم طبعا برضه البي اي دي برجع بكرر انه ذي ار نوت كومن، يعني نوعا ما في عندنا مور كومن وفي عندنا ليس كومن وفي عندنا رير وهكذا. طبعا بي اي دي كوز بسببه انكريس سسبتبلتي انفكشن بما مترافق مع الرول بلاي باي امبراينيوم سيستم. يعني طبعا هم نرجع نتذكر شو اخذنا كلات المناعه، يعني فور اكزامبل البيشنتس اللي عندهم انتي بودي ديفيشنسي they are high susceptible to recurrent biogenic infection. اوكي مثلا كومبايند اميونو ديفيشنسي اللي هم التي طبعا بصاحبهم مش بس البكتيريا، بصاحبهم للفيروسز والاوبورتونستيك انفكشنز، البيشنتس للنيوتروفيل with disorder، البيشنتس للديفكس اوف ماكروفاج disease susceptibility to mycobacterial disease, defects of toll-like receptor, defects of complement, etc. يعني بحكي لكم بما أنه حكينا سابقا وظيفة كل شيء في infectious agents، فهي طبعا عبارة عن إعادة فبتقرأوها بسيطة جدا. طب نبدأ في classification، وكل classification رئيس تحكي خط بالcapital letter bolded etc. فنبدأ مع بعض الأتب lymphocyte deficiency، رح نبدأ فيه البي لينفوسايت ديفيشنسيز. في البي لينفوسايت ديفيشنسيز راح احكي 3 اكزامبلز، اذا الكلاسيفيكيشنز الرئيسيات كل واحد فيهم راح احكي 2 تو 3 اكزامبلز. طيب نبدا كالاتي، بيحكي لي بي سيل ديفكت ريزلت ان ينتج عنه امبيرد انتي بودي برودكشن وبيشنز افكتد اتسترا، بيعطي بعض الامثله على الامراض اللي ممكن يصاب فيها الواحد. راح نبدا في اول اكزامبل، اول اكزامبل تابع للبي لينفوسايت ديفيشنسي، بليز دائما انتبهوا على العنوان وانتبهوا بيتبع مين الشغله. هلا في عنا congenital A gamma globulin results from defects of of early B cell development. A يعني غير موجود، بتعرفوا النفي. اوكي فهذا الطفل ما عندوش gamma globulin، ما عنده antibodies، وهذا بيصير عنا defects من نتيجه المراحل. نتذكر مراحل B lymphocyte development 9 اللي هي البرو والبري والاماتشور والستر، فهي بمراحل الايرلي B cell development، فهي نتذكر هاي يعني هاي معلومات استذكار. بي لينفوسايت ديفلوب ان ذا بون مارو فروم ذا هيماتوبايتيك ستيم سيل اللي اختصارها اس اس سي اتش اس سي ثرو فيريس ستيجز اوف ماتوريشن دورينج ويتش تايم ذي ري ارينج. اخذنا بالضبط كل مرحله شو بصير فيها، دير اميونوجلوبولين تشيز حتى يعطونا البي سي ار، وحكينا عند اللايت تشين وعند الريفي تشين وكل هاي الشغلات، وديفكتس ان ذا اكسبريشن اند اور سيجنالينج ثرو ذا بي سي ار كوز كونجينيتال اي جاما جلوبولين وذ لاك نقص في circulating B lymphocytes. طيب نتعرف على مثال من هاد اللي هو اسمه X-linked A gamma. هلا في other more rarely هم ندرة أكثر، لكن أنا هذا المثال اللي راح أعطيه لرقم واحد اللي هي congenital A gamma globulin، فالرقم ده ممكن أفضل شوي. المثال اسمه X-linked، في غيره لكن أنا راح أحكي على هذا اللي هو more rare، فنحكي عن هذا. Is the prototype of this disorder and was described by Dr. Broughton. وهلا بنشوف دكتور بروتون، احنا بدنا نحفظ اسمه، نحفظ اسمه مش عشان انا بحفظكم اسماء، لانه هو اصلا الجين اللي مسؤول حطوه معاه، يعني حطوا الاسم فضلا له في اكتشاف الحاله، سموا الجين على اسمه. اوكي في 1952. هلا بما انه اكس لينك فمعناته ميل، فافكتد ميل سفر فروم ريكرنت بكتيريال انفكشن. اوكي وبيوجينيك انفكشن، they lack ما عندهم لا اي جي اي ولا ام ولا دي ولا اي، وممكن يكون اكستريملي فيري لو، يعني نسبه ضئيله جدا جدا من الانتي بوديز. هلا هدول الاشخاص الاطفال سيركليتنج بي لينفوسايتس ار ابسنس او ماركلي ريديوس بمستوى منخفض جدا، اقل من 10 1% من البريفرال لينفوسايتس. نتذكر ان البي لينفوسايتس كانت تتراوح ما بين 10%، هون هدول اقل من 1% او ممكن يكونوا ابسنس. عند هدول الأطفال tonsils are absent and lymph nodes are unusually small. ما هو السبب؟ X-linked is caused by mutation of the proton tyrosine kinase ما هي اسم الطبيب الوصف هاي دكتور بروتون، فسمي الجين نسبة له بروتون تايروسين اللي بيعمل كودينج لإنزيم involved in signaling through the BCR والBCR. طبعا ما فيكم فيجر 18-1، لكن نكمل هون. هلا بنشوف الفيجر مع بعض. بي تي كي ميوتيشن كوز انكمبليت بس سيفير بلوك تسكير في مرحله البري بي سيل ستيج، يعني بمعنى ثاني الطفل هذا
بوصل مرحلة البري وبتسكر، بتبطل تكمل على الاماتشور وماتشور والسترا، واضح في هاي؟ عشان هيك حكى لكم السيركليتنج هون سيركليت لينفوسايتس ار ابسنت. اوكي هاي فيجر بسيطة جدا، 18-1 كونجنتال اي جاما جلوبولينيا. اوكي وهي الاختصار تاعه بي تي كي. اوكي وهي بتذكروا هاي الانتي بادي والهيفي تشين وهي سي دي 79 اي وبي بتسرب. يعطيكم فكرة بسيطة، هو محل ما انا بمشي معكم في الكتاب نوعا ما سهل. الفيجر ممكن تطلع عليهم مرور او حسب الطالب شو برجع له شو حابب. اوكي طيب نشوف هدول الاطفال اول 4-6 اشهر وبعديها بشوي حتى صغيره. ميلز لل اكس ال اي عاده they are protected by maternally derived IG that has crossed the placenta. هلا في عندنا بشابتر 10 لما حكينا على الانتي بوديز اكيد لازم تتذكروها الفيجر، كان في عندكم فيجر على الاكس اكسس محطوط 9 اشهر قبل الولاده، بعدين حاطط بيرث، بعدين حاطط سنه بعد الولاده، بعدين حاطط مستويات الانتي بوديز. وبنتذكر انه الاي جي له القدره على الانتقال خلال البلاسنتا، هو بيعطي حمايه ده جنينه بيعمل حمايه بعديها برضه للرضيع. لكن طبعا مستواه بينخفض وبينزل وبيختفي تقريبا لعمر 8-9 اشهر، فهون بيكون على الاقليه بدايتها محمي هذا الطفل. لكن once this supply of IgG exhausts they develop recurrent bacterial infection. بيعطيكم امثله ما هو العلاج للاكس ال اي. اكس ال اي treatment is based on regular administration of immunoglobulins اللي هو اكثر طبعا واحد الاي جي. واي الاي جي جي تنسوش انه هو اكثر واحد وفره، حوالي 70-75% هو اي جي جي، وكذلك الحال هو اكثر واحد له وظائف. فبمعنى ثاني ما دام هو اكثر واحد وفره ممكن انه يكون تحصيله سهل. من مثلا ما فيش على من نسبته ضئيله زي الاي جي اي والاي، هذول صعب اني افصلهم. طبعا هذا الشركات العالميه اللي بتفصل الانتي بودي وبتحضره وتسترا، فبيعطى الطفل هذا ريجولار ادمنستريشن عشان يخلي فيه عنده الاي جي جي مستوى عالي. طبعا زي ما قلنا مورين ريب ما فيش داعي كمان ناخذ كمان اكزامبل، فهذا اسمه اكس لينكد اي جاما جلوبولينيميا. اوكي نتيجه خلل عندنا في مرحله هنا لبري بي سيلز بوقف عندها. اوكي طيب نيجي على رقم تنين، هون ديفكس ان ذا تيرمينال ديفرنشيشن، كمان اكزامبل على البي لينفوسايت ديفيشنسي لكن مرحله نهائيه. produce selective antibody deficiency، وممكن طبعا selective يعني مش كل الانتي بوديز يكون نقص فيهم، ممكن يكون نقص في الاي جي اي عند هذا الشخص. اوكي ممكن يكون نقص في الاي جي مش كلهم، يعني selective antibody deficiency. طبعا نذكر terminal maturation is marked by the differentiation into what antibody secreting plasma cells. plasma cells is marked reduced، يقل جدا في البيشنس في الحاله اللي اسمها common variable immunodeficiency. اوكي عادة طبعا مش على الحفظ بس يعني مرات بنطلع ارقام حلوه الواحد يعرف. هو سي بي اي دي از ذا موست كومن اوف برايمري، يعني كل اللي راح اذكرهم يعني هلا ذكرت وذكرت مثال وكمان راح اذكر كمان عده امثله في العده كلاسيفيكيشنز، اكثر واحد فيهم كومن هو السي بي اي دي. وبيميزه طبعا عده شغلات. طب underlying molecule defects remains unknown in most cases. اكثر معظمهم يعني مش كثير معروف السبب لإلهم. however طبعا بيحكي انه في عندنا autosomal dominant او recessive او سترا، بيعطينا هلا في قال لها. هلا في عندنا genetic defects لا الكومون فيريبل زي ما قال هاي they carry mutations، وهلا بنشوف الفيجر مع بعضينا. بيعطي عده genetic defects، انا ما بدي ادخل في الاسماء والتفاصيل تبعتهم لكن هي مكتوبين عندكم هون، هاي الاختصارات هاي الاختصارات. اشوف انا مش رح اطالب فيهم هدول، واضح؟ طبعا قايلكم شوفوا مثلا سي فيجر لانه طبعا شابتر 9 اللي كان بيحكي على البي لينفوسايت ديفلوبمنت، هاي الفيجر مثلا هاي الانتي بادي وهي سي دي 79 اي وبي وهي سي دي 81 و19 و21 وهي اوكي اسمها ميوتيشنز اسوشيتد وذ كومون اميونو ديفيشنسي سي بي اي دي may be associated with the mutations of proteins involved in B cell activation من ضمنهم الكوست تيبرالتي كومبوننتس اوف ذا بي سيل اللي هم سي دي 19 و 8121 اللي حكيناهم سابقا، هذول الكوست تيبرالتي. ايضا في غيرهم كمان طبعا كل الاختصارات لكم اياهم هي موجوده بهذا الشكل، وتتمة الحديث هون مش راح اسال انا عليها، لكن نعرف انه الكومون فاريبل اميونو ديفيشنسي كان ريزلت فروم سيفرال جينيتيك ديفكتس، وطبعا نعطيكم اياهم
بهذا الشكل، لكن زي ما قلت أنا ما راح أدخل في الديتيلز تبعتهم. أوكي؟ طب نكمل حديثنا. CVID is characterized by reduced level of specific antibody isotype. يعني الانتيبادي اللي بتأثر هون بنقص، زي ما حكى هون عندكم قالكم بهذا الشكل clear. Selective antibody deficiencies على حسب وين عندي خلل، وين عندي mutation، وين عندي etc. بينتج عنه انه احد الانتيبادز بيصير فينا نقص في هاي. CVID يميز or reduce level of specific antibody isotype. بيكمل شوي حديثه، بيعطي كثير اصابات في الامراض مش رح انا اسال عنهم، لكن التريتمنت عاده بتعتمد على شو الانتيبادي اللي مش موجود، اون اميونوجلوبولين ريبليسمنت ثيرابي اند انتيبايوتيك. هلا اذا الاي جي جي، الاي جي جي سهل جدا انه نحصل نسبه عاليه جدا، اوكي؟ فبنقدر نفصل ونعطي الاي جي ال، الاي جي طبعا نسبتهم ضئيله، فانه بنعتمد على ساعتها الانتيبايوتيكس انه العلاج لهم، اوكي؟ راحي في جالجيات يلا مبليا. هلا اخر شيء بالنسبه لهذا المثال انه من السلكتيف ديفيشنسيز للانتيبادز اي جي اي ديفيشنسي از ريليتيفلي كومون. هاي برجع از كاركترايز باي ريدوس ليفل اوف سبيسيفيك انتيبادي ايزوتايب، اما الاي جي جي اما الاي جي اي جي. اكثر واحد كومون اللي هو النقص في الاي جي از ريليتيفلي كومون، وهو نوعا ما كومون. هاي شوفوا النسبه از كومون ان ذا جنرال بوبوليشن، واحد بين كل 600 شخص اوكي بينولد ومعاه اي جي اي ديفيشنسي، بات ريمينز اي سيمتوماتيك ان ذا ماجورتي اوف ذا كيسز. ممكن الطفل نلحظ انه مثلا عنده زياده شوي في الالتهابات الرئويه، في الالتهابات بالامعاء، ممكن ما ينعملش الفحص ما ينعرفش، لكن ممكن يعرف انه عنده اي جي اي ديفيشنسي. يعني ممكن سيستم حياه انه مثلا ما يتعرضش اكثر. الانتي بايوتيك از انف لعلاج هاي الحاله، لانه ما في داعي اعطيه اي جي اي، وعادة asymptomatic أو ممكن تكون مش خطرة كتير. أوكي؟ فعادة IgA deficiency هو أكثر واحد كومن. خليني أرجع لكم هذا كلاته بيطبع. خلينا نرجع لا هاي رقم 2 defects للterminal differentiation بينتج عن general sorry several genetic defects. هاي ذاكرهم هون وذاكرهم بالفيجر هون، بس أنا مش بطالب بحفظهم. نكمل حديثه هون وقايل إنه بينتج عنا قلة في specific antibody isotype، واكثر واحد من الاي جي تايب اللي بيصير فيه قله اللي هو الاي جي اي. يعني الشخص بين كل شخص بين كل 600 شخص عاليه، واضح ينولد عنده نقص في الاي جي اي. نيجي رقم ثلاثه والاخير من الاكزامبلز للبي ليمفوسايت ديفيشنسيز اللي هو خلل في عمليه الكلاس سويتش 3 كومبينيشن. نتذكر هالعمليه مهمه جدا، اختصارها سي اس ار is a mechanism by which the mu chain, the Hilal IgM, is replaced by other heavy chain, resulting in the production of IgG. طبعا دي ليوفرازيش 5G او اي، هذه عمليه الاجزاء سويتشنج. بتذكر اخذت الفيجر واخذت الترتيب تاع الكونستانت وكيف بنشاله، بيجي جنبه جنب جنب الفاريبل بيجي الكونستانت لاي واحد فيهم رح يتم افرازه. طبعا هاي العمليه بتصير في الجنرال سنتر وبتصاحبها عمليه اخرى بتذكروها اللي هي سوماتيك هايبر ميوتيشن، مهمه جدا. عم اتذكر يعني هون فقط، طبعا اي شيء بحكي متذكر يعني بنراجع عشان يكون مرافق للي بحكيه. السبب الديفكت اوف كلاس سويتشنج هو ديفيشنسي اوف سي دي 40 ليجند، وهذا عاده اكس لينكت اور مور ريرلي هو سي دي 40 اوتوسومرست، وينتج عنه فشل عمليه الكلاس سويتشنج ريكومبليشن وذ فيري لو او انديتكتبل، اما طبعا حسب دائما قديش الوضع او عدم وجود اي جي جي اي جي اي اي جي اي. طبعا ما ننساش انه الاي جي ام لا يحتاج ايزوتايب سويتشنج، هو الموجود اول شيء بالاساس، فعشان هيك حتى بصير نورمال تو انكريز، لانه سم تايمز ما بصير في عندنا نقص في شغلات الجسم بيحاول يعوض فبيرفع شغله ولا، فممكن يكون مستوى عادي وممكن يكون مستوى مرتفع من الاي جي ام. وحتى بالزمانات انت باس كانوا يسموا هاي الحاله او اسمها هايبر اي جي اي اي جي ام سوري سيندروم، بهذا الشكل كانوا اسمها. بحكي اذا لينف نودز وسكيزترا وهي الشغلات، وبحكي كيف بصير عنده شخص عرضه اكثر لك which diseases بيكمل هون بهذا الشكل، وطبعا بيكمل هون بهذا الشكل. طيب هذه كانت الثلاث examples على ال B lymphocyte deficiency. كانت خليني ارجع، رح ارجع شوي واروح عشان بس اراجع لكم شو اللي عمالي بحكي. كان اول مثال طبعا هاي ال classifications، وهون قلنا عرضه لشو كل واحد. طبعا هاي ال B lymphocyte deficiency اول عنوان كلهم underline وbolded وcapital letter وستر، حكينا في المراحل المبكره الجاما جلوبولينيا، حكينا في المراحل النهائيه البلازما،
اوكي، وهذا كله تشريح عالية، عم بحكي على الجينيتك ديفكس، وحكى انه بصير عندي ريديوس ليفل في واحد، وحكى انه اكثر واحد هو الاي جي اي، ورقم ثلاثه بصير عندي خلل في الكلاس سويتشنج ريكومبينيشن ديفكت، وهذا ينتج عنه قله في الاي جي جي والاي والاي، بينما الام بصير موجود حتى ممكن يكون اكثر، فسموه كان يسمى هاي بار اي جي ام سيندروم. اوكي، هلا نيجي على رقم 2 من الكلاسيفيكيشنز الرئيسيات، وهي تحتها خط بولدد واندرلاين وستره، اللي هي التي لمفوسايت. ونحكي على تو اكزامبلز، بس اول اكزامبل الحديث عليه طويل. التي لمفوسايت طبعا تلعب لنا دور اجينست انتراسيلولار باثوجين سيتش از فيروسز، بالاديشن طبعا تعتمد عليها تي البي عشان الانتي بادي ريسبونس تو تي دي انتيجنز. Accordingly, severe defects في T lymphocyte development and or function بتسبب حالة اسمها combined. Combined لأنه T لازم صاحبها كمان عدم قدرة في ال B lymphocyte response لل T D antigen. وبصير الشخص عرضة أكثر بشكل واسع جدا، ومن أول ما بينولد للبكتيريا والفيروس والبرشنستيك infections. تنسوش وقت ال B lymphocyte مثلا في الحالة الأولى حكينا أنه بعد أشهر بعد ما يصير عندنا استهلاك لل IgG، هون من أولها بتظهر عليه الشغلات. سيفير هي رقم واحد من الامثله، وهذا الحديث عليه طويل شوي. سيفير كومبايند اميونوديفشنسي كان بيكوز باي ماني ديفرنت جينيتك ديفكس. هلا انا لما حكيت على الكومون فيريبل اميونوديفشنسي كان برضه في عندكم ماني ديفرنت جينيتك ديفكس، بس ما طلبتش بحفظهم. بالنسبه للتي لمفوسايت صار راح اطالب فيهم. فاذا سيفير كومبايند، سيفير لانه وضع البيشن سيء، وعاده يوجوالي بيعيش غير اشهر الطفل. سيفير كومبايند اميونوديفشنسي includes heterogeneous group of genetic disorders that affect بتأثر على the various stages of T cell development or function. وفي هنا فيجر بس راح نمرق قراءة أسهل. بحكي أحيانا نسمى CID. هلا the main pathophysiology sorry mechanism of severe R اللي هي بنحكي على ال main mechanisms. هم سبعة، والسبعة مطلوبين. رح تلاحظوا إشي بيأثر على الخلية بيخليها تموت، إشي بيخليها من أصلاً لما بتكون في البون مارو ما تتطورش، إشي بيخليها إنه ما تعمل productive TCR، إشي بيخليها بعد ما يتعرف TCR ما تعمل signals، إشي بيخليها ما في عندها protection. نتذكروا هذا أخذنا شابتر 2. إشي بيخليها ما تخرجش من الثايموس، وإشي بيخليها ما تقدر تعمل calcium influx بلاكس، فعشان هيك بتوقف الـ T cell activation. اوكي، ناخذ هدول الأمثلة أو الميكانيزمز. Inverse survival of thymocytes and T lymphocytes، عدم قدرة الخلية على العيش، تموت يعني تموت. بين قوسين معطيكم ثلاث reasons. هي أول reason كوما، هي reason الثاني كوما، وهي reason الثالث واضح، وهي تسكير القوس. أنا بدي من هدول الثلاثة هاد adenosine deaminase deficiency. واي اخترت هاد؟ لانه اكثر واحد كومون ما بين كل هاي الاسباب، واضح، عشان هيك اخترته. طبعا بين كل هاي الاسباب وبين هاي الاسباب في هاي الحاله اللي هو انه الخليه عم بتموت. امبير سيرفايفل هلا بنحكي عنه كمان شوي صغيره بالصفحه اللي بعديها. كمان ميكانيزم ديفكتيف سايتوكاين ميدييتد اكسبانشن اوف ليمفويد بروجينيتورز. طبعا حكينا وشفنا بشابتر 2 كيف انه الليمفوسايت كلهم كل الخلايا طبعا برو روبوت انتي ماتوبيتك ستيم سيل ومايلويد لينيج، والليمفويد لينيج تحتاج الى سايتوكاينز، وطبعا السايتوكاين حتى يشتغل شغل لازم يكون في على ريسبتورز وهكذا. فاذا ديفكتيف خلل في السايتوكاين ميديتد اكسبانشن اوف ليمفويد بروجينيتور، لا تتطور الخليه. بين قوسين عندنا هاي السبب، هاي سببين، هاي ثلاثه. اوكي، راح اختار ذيس وان. انت لو كان سبعه ريسبتور ديفشنسي، مرات بختار لكم الاسهل ومرات بختار اللي احنا حكينا عليه سابقا، واضح؟ هذا سهل جدا، بدل ما نحفظ كمان اسماء جينات وسترة، هذا سهل جدا. انت لو كان سبعه ريسبتور ديفشنسي، الطفل عنده خلل في انت لو كان سبعه ريسبتور، مش بنفسه بالريسبتور تاعه، معناته مرتبطش مع معناته الخليه بتتطور بروجينيترز المسبقات تبعتها. طيب ايفكتيف اكسبريشن لا البريت سي ار اللي هو بنتذكر لما حكينا عن برودكتيف تي سي ار ارينجمنت، وحكينا المسؤول عنهم هما راج واحد وراج اثنين ريكومبينيز اكتيفيتنج جين للتي والبي، واضح؟ فهون defective expression، فعشان هيك الخلية ما بتقدر تعمل TCR rearrangement ولا PCR rearrangement. طبعا هذا وضع الطفل جدا سيء، لأنه يعني بيقدرش يعطي إنه الخلية تقدر تعرف على different antigens، لأنه إحنا حكينا الـ T والـ B بتعرفوا we have millions، هنا ما قادر الخلية تعمل TCR rearrangement ولا طبعا PCR rearrangement. Effective signaling through the
بري تي سيل ريسبتور. طبعا عندكم هون 9 اسباب. اوكي خليني اخذ السبب الاولاني واللي هو اسهل واحد فيهم، لان انا ذاكرته سابقا، ديفيشنسي اوف سي دي 3 تشيز. ذكر سي دي 3 والاربع انواع والست تشينز اللي موجوده فيها والسترا، فديفكتيف ديفيشنسي اوف سي دي 3 تشيز بيؤدي انه في يصير في عندنا خلل في السيجنالز من خلال تي سي ار. اسباب اخرى هاد شايفين بيناتهم كوما كلاتهم وهكذا، لكن بلاش نحفظ كمان اسماء جينات والسترا، بناخذ الشيء السهل اللي احنا حكينا سابقا، لكن في غيره. كمان ميكانيزم الخليه مش قادره تعمل بوزيتيف سيلكشن، اوكي منها فور اكزامبل تو اكزامبلز اوكي او سببين اتش ال اي كلاس 2 ديفيشنسي، ممكن ناخذ هذا عشان يعني ماخذينه سابقا، او هاي كمان انذر وان. ديفكتيف اجريز اوف تي ليمفوسايتس فروم ذا ثايموس، ما بتقدر تخرج من الثايموس، وانا شو بدي استفيد منها؟ طبعا بلاش نحفظ لانه عشان انا مش ذاكرته سابقا، لكن هاي السبب كرونين اي اي ديفيشنسي. يعني انا حكيت ما طلبت حفظه لكن هي موجود هون. امبيرمنت اوف كالسيوم فلكس اند اوف تي ليمفوسايت اكتيفيشن، عمليه تي ليمفوسايت اكتيفيشن فيري امبورتنت، وعمليه الكالسيوم او انا بحاجه لعنصر الكالسيوم لها بشكل قوي. طبعا هي الاسباب برضه ما في داعي جديد، لكن طبعا هي في عندكم ديفيشنسز لا اس تي اي، كلهم لهم اختصارات معينه طبعا موجوده عندكم هلا بعد شوي بالفيجر. فبرجع بحكي انه وي هاف 7 مين باثولوجي ميكانيزمز ذات سيفير كومبايند اميونو ديفيشنسي، او مثل ما قلت ار اولسو ريفيرد كومبايند اميونو ديفيشنسي. عدم قدرتها على المعيشه 3 اسباب اخذنا ذيس وان، هلا بحكي لكم عنه كيف بيشتغل. عدم قدرة الخلية إنه تعمل expansion of lymphoid progenitor، يعني progenitor مسبقات لإلها. وثلاث أسباب أخذنا this one، خلل في interleukin 7 receptor. مش قادرة تعمل TCR rearrangement نتيجة defective of RAG 1 و RAG 2، أوكي؟ مش قادرة تعمل signaling من خلال TCR، فخلل طبعا 9 أسباب أخذنا this one عشان السهل. مش قادرة تعمل positive selection أخذنا this cause. Effective egress of the thymus, okay, من T lymphocytes from the thymus, high in cause, and impairment of calcium flux, smarty comsovin, هايون بهذا الشكل. طبعا severe T cell, a hallmark of all forms of combined immunodeficiency. طبعا بعضها بيأثر كمان على T وبعضها بيأثر على NK cells، طبعا بيأثر على B lymphocytes. هاي الفيجر. هي اللي حتى كتابة أسهل، مثلا هاي انترلوكين 7 ريسبتر، هاي إحنا بالثايموس، هون مثلا هاي خلل براج 1، هاي بي سي دي 3 التشيلز تبعتها، هاي في مراحل بعديها، هون مثلا هون عندنا كالسيوم فلكس، بتذكروا هلا حكيناهم، أوكي؟ عدم قدرتها على الخروج بالثايموس، هاي عندنا خلل في ام اس سي كلاس 2، وهون المراحل المبكرة وهكذا، هاي هيماتوبيتك ستيم سيل. هاي مايلويد بروجينيتر لحال وهي ليفويد بروجينيتر يعني، وهي اختصارات، اي اختصارات حكينا عنهم. هاي مثلا اللي قال حكينا اس تي اي ام 1 سترومال انتر اكشن مولكيول 1 هكذا، موجودين اختصارات عندكم هون. بحكي قديش النسبه لكن اكثر ذا موست كومون وانز هي the among the autosomal recessive form of severe combined, the most common ones are represented by defects of RAG1 or RAG2 and by adenosine deaminase deficiency. هاي اللي حكيت لكم، هاي انا قلت لكم مش معنى اخترت لكم هذا بين هدول الثلاثه، اخترت هذا يعني انا يعني اكثر واحد كومن من هدول، واكثر واحد هو وراج 1 وراج 2 اكثر واحد من كل هدول الاكزامبلز، اوكي او الميكانيزمز. هاي among the autosomal recessive forms of severe combined immunodeficiency in humans, the most common are represented by defects of RAG1 and RAG2 and adenosine deaminase deficiency. هلا شو بقول لي؟ طبعا نتذكر هذا حكيته سابقا، the recombinase اختصار RAG recombinase activating gene RAG1 و2 are lymphoid specific genes that initiate اللي هي بتبدا عمليه the process of VDG recombination. Okay. For both the T and B cell, therefore the mutation بيأثر على B بيأثر على T، طبعا ما بيأثر على NK cell لأنه ما في عندها specificity، واضح؟ فهذا طبعا مهم جدا. هلا بالنسبة للإكزامبل الثاني زي ما قلت أكثر two more most common، okay؟ اللي هم this one و this one.
اوكي هلا نحكي عن this one اللي هو ادينوسين دي اميناز. هلا الادينوسين دي اميناز هو بسهل عمليه تحويل ادينوسين اند ديوكسي ادينوسين انتو اينوسين. هذا كاتالايز ذا دي امينيشن اوف ادينوسين انتو اينوسين اند ذا دي امينيشن اوف ديوكسي ادينوسين ان ديوكسي اينوسين. انا عندي هذا الانزيم غايب ديفيشنسي enzyme involving your team metabolism lack of it يعمل accumulation لهذول الأدينوسين and deoxyadenosine which are toxic. هم سامين لما بكون عندي مركب موجود وسام للخلية هذا الخلية شو بده يصير فيه عندها بدها تموت. هاي العنوان impair survival عدم قدرة الخلية على إنها تتمها عايشة. أحد الأسباب معطيكم 3 reasons أحد الأسباب أدينوسين دي أمينيز ديفشنسي وحكيت ركزت عليه لأنه حكيت لكم من الأسباب الكومون. أوكي هو مسؤول عن دي أمينيشن للأدينوسين وديوكسي أدينوسين إنتو إينوسين and ديوكسي إينوسين هدلول بما إنهم تحولوش they are toxic but this leads to the death of the cell وهذا كان عنوان impaired survival. Okay. بشكل عام lymphopenia is the hallmark of severe vitamin deficiency. Okay. الطفل بيكون عنده هاي كمان فيجر هاي شايفين ممكن مش واضح كثير لكن هاي واضح انت لوكين 7 هاي انت لوكين 7 ريسبتر ففي عندنا هون mutations زي ما احنا شفنا قبل شوي. ايضا هاي عندكم المعادله لديوكسي ادينوسين والسته وهي الشغلات. هاي مثلا الثايمس طبعا بيكون هلا بنشوف تعليق عليها. هاي طفله او طفل الكانديدا البيكانس طبعا في الكتاب بنكون معكم بيكون واضح جدا الفم قديش موجود الكانديدا البيكانس فيها. هاي الثايمس از فيري سمول هاي معطيكم هون. اوكي والليمف نودز ار برضه سمول اور او ابسنت ممكن تكون. اوكي clinically is severe combined is apparent in the first month من اول ما بينولد الطفل. اوكي بيكون عرضه للاصابات هاي نيمونيا ستر ستر كانديدا زي ما شفنا على الطفل بحكي على الامراض ممكن ينصاب فيها وبيكمل او تنصاب فيها وبيكمل حديثه بهذا الشكل. هون نشوف شو التريتمنت. التريتمنت must receive antimicrobial prophylaxis اوكي immunoglobulin administration to reduce the risk of infection لكن مش يعني اعطى هدول انه نو. However, unless immune reconstitution is attained, severe is usually fatal وعادة ما بيعيشش الطفل ما عنده بياخد هاي الشغلات بيعيشش بيموت خلال أول سنتين يعني نادر حتى ليوصل لسنتين يعني أكثر بموت. فالعلاج لإله definitive treatment is mainly based على الهيماتوبويتك stem cell transplantation. طبعا رح نحكي بشابتر قريب جدا maybe محاضرة الثلاثة رح نكون دخلنا في الترانسبلانتيشن. اوكي طبعا الهدف من الهيماتوبويتك سيل ستيم ترانسبلانتيشن للسيفير كومباين ميوتشنسي حتى انه نعمل انجرافمنت يعني نزرع اوف دونر ديرايف تي سيل. طبعا هاي بتساعد الطفل وبس في عندنا عده شروط لإلها. هيها كمل حديث سهل جدا تقروهم انه الترانسبلانتيشن طبعا لازم يكون اتش ال اي ماتشنج الايج يكون اقل من 3 اشهر ونص عمره اوكي للطفل ويكون مش مصاب باي شيء at the time of the transplantation لانه عاده لما بنعمل transplantation في الستيم سيل عاده بنقضي على الستيم سيل بتاعت البيشنت وبعدين بنقول له الستيم الجديده من الدونر فاذا كان عنده infection هذا راح تؤدي لموته بشكل سريع جدا. ايضا من العلاجات غير طبعا هيماتوبيتك اذا كان في عندنا نقص في الادينوسين دي امينيز ديفشنسي ما بي تريتد ممكن ينعطى انترامسكولار انجكشن والشركات تقدر تعمل recombinant ADA. However, هاي العملية it must be repeated weekly for life. يعني طول مدة حياته هذا كل أسبوع بده ياخد injection من الـ ADA. Okay. لكن بكمل حديثه العلاج اللي ممكن يكون successful application هو الجين ثيرابي. الجين ثيرابي نوعا ما صار فيه الـ ADA deficiency طبعا إذا لبقية الجينات والشغلات هاي بيكون رائع جدا فساعتها بيكون حل كثير ممتاز للوضع السيء اللي بيكون مع الطفل اللي هو severe combined immunodeficiency اللي هو الجين ثيرابي. أعطاكم examples على treatment وهكذا. هذا كان كله على رقم واحد اللي هو بيحكي على severe combined immunodeficiency لكن بتضمن many genetic برجع أرجع أذكركم.
رح نرجع شوي نروح عشان نوضح شغلات. هاي العنوان تي لمفوسايت ديفشنسي تو اكزام، بس اول واحد سيفير كومبايند، وهي الماني جينيتك ديفكت. انا بالنسبه مثلا للبينوفوسايت ما طلبت، لكن للتي طلبت. هاي الفيجر مرفقه، برضو بعض الفيجرز، هاي الثايمس، هاي الكانديدا البيكانس، وحكينا على التريتمنت. نيجي على المثال الثاني للتي لمفوسايت ديفشنسي، هذا بسيط جدا الحديث يعني عليه. داي جورج انومالي يسمى ارايزز فروم خلل في thymus interiogenesis. معلومة عامة، the thymic epithelium is derived from the third and fourth pharyngeal pouches by الأسبوع السادس sixth week of human gestation، يعني تكون الهيومن الجنين الأسبوع السادس من تكون الجنين. Okay. Congenital defects في الأورغانز اللي derived from the third and fourth pharyngeal pouches منتج عنها حاجة تسمى digestion anomaly. هو مش بس بيأثر على الثايمس، كمان بيأثر على شغلات أخرى هلأ بنزل بنشوفها. The T cell deficiency is variable depending on how badly the thymus is affected. ولحسن الحظ only أقل من 1% من البيشنس the T cell is so deficiency is so severe. لحسن الحظ في أكثر من 99% من البيشنس عندهم الثايمس some kind of يعني الثايمس بيكون موجود، يعني بيقدر يعمل T cell development، لكن أقل من 1% بيكون جدا وضع سيء عندهم، فبيكون عندهم severe. هذول الأطفال بيكون عندهم أطفال بشكل عام with digestive anomaly، واضح؟ بيكون عندهم هاي مثلاً طفل واصل سنة منيح هنا. Distinctive facial features زي ما انتم شايفين الفم الأدنين ساحل etc. بهذا الشكل. They have congenital formation للهارت، الأورتيك أرتش، neonatal نيتني تيتني سوري سببها هايبوكالسيميا. Yeah, resulting from hypoplasia or aplasia of the parathyroid glands. For parathyroid glands, aortic arch, the heart, the thymus, كلاتهم بتأثروا في الحالة مسميها Di-George anomaly. Okay. السبب هو the majority هما they have partial monosomy okay, of chromosome رقم 22، وأيضا يعتقد إنه شرب الأم الهيفي drinking للكحول يعني شرب كثير okay. مدمنات الكحول يعني برضه بيؤدي لهي الحاله. طبعا اذا اجى الطفل اللي هو قلنا نسبه اقل من 1% هذول بحاجه لانه نعمل معهم thymus transplantation. هذول الاطفال اللي معهم الوضع جدا سيء اقل من 1% نعمل معهم thymus. لكن تنسوش الثايمس نقدرش ناخذه من الكبار لانه اصلا بيكون يصير صار عنده انفوليوشن ذكر فيسيولوجيك انفوليوشن من الاطفال طبعا بده يكون الطفل ميت فيعني اتس كايند اوف مش سهل العمليات طبعا الماتشنج وهكذا. اوكي طيب اذا كانوا هذول مثالين للتي لمفوسايت ديفيشنسيز. هلا كمان كلاسيفيكيشن رئيسي underlying border etc. وبولدينج وكابيتال لاتر ديس اوردرز اوف اميون ريجوليشن. هلا رح لو سهل جدا لانه ما اخذين شابتر كامل على الريجوليشن غير مشينا بالفصل. بيعطي مقدمة. Self non-self discrimination is an essential function أو حكينا طبعا من الكاركترستيك إحنا of the adaptive immune system. هلا معطيكم شغلتين مضادات هاي in contrast مضاد. Failure to recognize non-self antigens اللي هي الشغلات الغريبة على الجسم leads to increased susceptibility to infections as observed in patients with congenital defect of B and or B cell. اللي هم الاكزامبلز اللي حكينا عنهم هلا اذا كان في عنده خلل الطفل في تمييز النون سيلف عكسها اللي هلا بدي احكيه. Defects in recognition and tolerance of self antigens are associated مع autoimmunity. Finally طبعا لازم يكون عندنا modulation is important to maintain homeostasis. Okay. طب ناخذ 3 examples سهلين جدا على العنوان الرئيسي اللي هو disorders of immune regulation. أول example defective of function of خلية مهمة جدا حكيناها في شرط الريجوليشن حكينا عليها سابقا تسمى T regularity وشفنا كيف it suppress okay. وشفنا هي normally suppress okay. بسبب severe autoimmunity إذا كان في عندنا خلل فيها هي عادة تعمل suppress للimmune response to self antigen وطبعا بشكل عام تشتغل. هاي إذا ميوتيشن صار في الجين بيحكي شو بيصير مع الميوتيشن شو ممكن يعرضه وهاي دياريا وهاي سكن راشز هاي there is lack of functional CD4 plus CD25 plus FOXD3 T regularity. وبيكمل حديثه بهذا الشكل عليها. طب التريتمنت
ممكن نستخدم immunosuppressive drugs. However, stem cell therapy is the only curative treatment. نيجي على المثال الثاني، نتذكر عملية الأبوبتوسيس ودورها في الريجوليشن، impaired apoptosis of self-reactive lymphocytes. نتذكر lymphocytes, self-reactive lymphocytes has to die within short period of time. إذا عندنا خلل بهذا الحكي causes autoimmune lymphoproliferative syndrome. Apoptosis of autoreactive lymphocytes is important to preserve immune homeostasis. والآتي حكيته interaction between fast legend اللي هو CD95 legend expressed by activated lymphocytes will fast CD95. هذا it triggers intracellular signaling with ultimately results in activation of caspases and والخلية بتموت cell death. هلا إذا mutation for fast are the predominant cause of autoimmune lymphoproliferative disorder or syndrome. Okay. بيكمل حديثه. يجي على المثال الثالث والأخير لـ disorders of immune regulation اللي هي congenital defects of lymphocyte cytotoxicity. مين طبعا مسؤول عن cytotoxicity؟ منتذكر CTL والNK result in persistent inflammation and severe tissue damage. الآتي راح أحكي ما خلينا سابقا the cytotoxicity activity of CTL والNK cell depend on the expression of cytolytic proteins اللي هم بين قوسين بيرفورين جرانزيمز that are assembled تجمع into the granules and transported وتنقل through microtubules وتطلق to the lytic synapse. يعني lytic synapse هو خلية المنطقة الموجودة ما بين CTL وNK وخلية التارجت سيل which is formed upon contact with the target. وعيلكم ترجع شابتر 8 اللي حكينا كل هذا الحكي فيه in details تعرفوها. هلا في عنا a group of disorders سموها هيمو phagocytic lymphohistiocytosis include a group of disorder characterized by بميز هاي الجروب impairment of the mechanism of transport نقل مش احنا قلنا هاي transported ثم يطلق transporting or release of the lytic granules عدم القدرة على نقلهم هيا وإطلاق lytic granules وأكثر common فيهم لهاي المجموعة هي deficiency of perforin. بلاش هذا خير عشان perforin حكينا عنه سابقا is the most common genetic causes of HLH اللي هي lymphophagocytic lymphohistiocytosis. في هاي طبعا ال these diseases okay the persistence of the pathogen mostly طبعا هو الفيروسز لأنه CD8 plus CTL شغالة الفيروسز causes expansion okay of CD8 plus cell which while unable مش قادرة تعمل cytotoxic secrete increased amount of T helper 1 cytokines. وبيكمل حديثه بهذا الشكل. فبصير عندنا دامج في المنطقة تيشو دامج. اوكي عندنا هدول الاكزامبلز معناته اذا we have 3 examples على disorders of immunoglobulin. برضو ارجع اذكركم هاي بهذا الشكل هاي العنوان هاي التيليجراتي هاي عملية الاوبتوسيس هاي عملية الكيلينج باي سي تي ار. نيجي على classification اسمه immunodeficiency syndromes. شو يعني؟ Immunodeficiency syndromes include heterogeneous group of disorders characterized by immune and extra-immune manifestations, عوارض مناعية وغير مناعية. Okay. وطبعا عوارض المناعية ممكن تكون associated with both adaptive and innate. كيف فينا معطينا three examples؟ أنا راح أحكي عن two examples فيهم. بدكم الثالث برضو بتقدروا تطلعوا عليه. في عنا حالة تسمى طبعا هي هيريديتري اتاكسيا تالانجياكسيا. السبب فيها هو كروموسومال بريكس اوكير ان تي سي ار اند اميونوجلوبيون جينز. هي هون راح نرجع نحكي ينتج ان حال تسمى هيريديتري اتاكسيا تالانجياكسيا وعاده بتذكروها اي تي. اوكي هاي is inherited as a ما نحفظش autosomal recessive trait affected infants develop who beget اللي هي اتاكسيا. اتاكسيا بالعربي تعني عدم القدرة على التنسيق بين حركة العضلات الإرادية. نعرف هذا عضلات إرادية وغير إرادية. الطفل هون عنده عدم قدرة على التنسيق في حركة العضلات الإرادية على حوالي عمر 18 شهر يعني سنة ونص. طبعا ما دام ما عندوش قدرة confined يعني بيصير محدد to wheelchair بده يقعد على الكرسي المتحرك. أيضا بيصير عند الطفل dilated capillaries telangiectasia هي الجزء الآخر من الأسهم أو الحالة appear in the eye and on the skin by almost 6 years of age. هاي الفيجر نفرجينا في الآي هو هاي ocular telangiectasia هاي شايفين بهذا الشكل this is the eye.
طيب بيكمل حديثه على عمر 6 سنين، وطبعا هذه العوارض الغير مناعيه، واضح؟ والعوارض المناعيه طبعا هنا فيريبل تي سيل ديفيشنسي، وعندنا نقص في الانتي بوديز. طيب ما هو السبب؟ هاي السبب ذا سيلز اكزيبت كروموسومال بريكس يوجوالي في كروموسوم رقم 7 و14 اللي هم السايز اوف تي سي ار جينز اند ذا جينز كودينج للهيفي تشين اوف ذا ايمونوجلوبولين. تذكروا كروموسوم رقم 14 وقت ما حكينا على الهيفي تشين، تصنيع الهيفي تشين كنا بدينا حديثنا على الجينات وبعدين حكينا على التصنيع، قلت لكم للهيفي تشين كروموسوم رقم 14. طبعا ديروا بالكم اللايت اللي هو 2 و22 اللي هو حسب النوع اللي هم جابا ولندا انواع التشين، لكن بالنسبه طبعا لكروموسوم 14 اللي هو بيعمل كودنج للهيفي تشين و7 بيعمل للتي سي ار. فاذا عندنا بريك يجوا في كروموسوم رقم 14 واللي هي السايت للتي سي ار جينز، والجينز بيعملوا كودنج للهيفي تشين لافتر اميونوجلوبولين. اوكي، بهذا الشكل عوارض مناعية وغير مناعية. طيب بيكمل حديثه هون بيحكي عن كمان مرض اسمه ويسكوت ألتريس سيندروم، هذا مش راح احكي عنه الاكزامبل. نيجي هون عندنا الاكزامبل الثالث، يعني اللي هو الثاني انا راح احكيه اللي هو deficiency of stat 3 causes impaired development and function of T helper 17 in hyper IgM. بتقدر تستنتجوا على طول انه الخلل المناعي هو في الـ impaired development والfunction لـ TLBAR17 بإفرازاتها المختلفة. deficiency of STAT3، STAT3 هي الأسم شوية طويل للأسف، هاي بيصير mutation of signal transducer and activator of transcription 3 gene، هاي STAT3 هي اختصارتها. طيب بيحكي كم سطر، لكن احنا ننزل هون بيصير عن depression في development of TLBAR17 is impaired، وهذا بينتج عنده poor secretion لا انت لوكنز ليه بتعطيها تي هيلبر 17؟ انا الوحيد اللي طلبت قلت عشان مرافق له بتتذكروا اللي هو انت لوكنز 17 انت لوكنز 22، لكن هذا لانه رافقته انا قلت لكم هاي الرقم هذا الرقم فكان سهل وقت يعني حفظهم. طبعا بيحكي زي ما قلت اوتوسومال ريسس اوتريت، مش راح اطالب بحفظهم بس هاي الاختصار، وهي الخليه بتاثر فبينتج عندنا بور سكريشن. طبعا بصير This cause impairment in immune defense against bacterial fungal infection. بحكي الإصابات المتعددة. نشوف شو هو العوارض الغير مناعية. Okay. Patients with STAT3 deficiency also show defective shedding. Shedding يعني زي اختفاء أو إزالة أو whatever of primary teeth. Scoliosis. Scoliosis يعني بصير عندهم انحناء في العمود الفقري. Higher risk of bone fractures. Joint هايبر اكستنسيفيتي، وطبعا نتيجه برضه هذا الحكي بيصير عندهم كاركترستيك فيشال تريتس يعني مميزين بالوجه ببين عليهم كده. بكمل حديثه مش رح طبعا ناخذ ديتيلز اكثر، لكن هيك كافي عنهم كده. فاذا عندنا 3 اكزامبلز برضه بذكر فيهم، ده الاميونوديفشنسي سيندروم اللي هو بيرافقها عوارض مناعيه وغير مناعيه، هم 3 اكزامبلز. انا حكيت عن ذس ون اتاكسيا تلانجكسيا، في عندكم ويسكوت ألتريس سيندروم اذا بتحبوا تطلعوا لي، وعندنا المثال الاخير ذس ون. اوكي، طيب نيجي على كمان كلاسيفيكيشن رئيسي جينيتيك ديفكس اوف فاجوسايز. اوكي، فاجوسايز نتذكرهم البوليمورس والمونونيوكليار فاجوسايز ار امبورتنت ان هوست ديفنس اجينست بايوجينيك بكتيريا اند اذر انتراسيلولار مايكرو اورجانيزم. هلا لما بيصير عندنا نقص في نيوتروفيل نتذكر الحاله تسمى بينيا، فهي نيوتروبينيا، وطبعا بيصير اوفرولمينج اوفرولمينج يعني مليان او هائل بكتيريا انفكشن. وعاده السيفير كونجنيتال نيوتروبينيا از ديفايند، طبعا مش ضروري تحفظوا بس العدد بيصير هالقد قليل. في عندنا عده جينيتك ديفكس ميكوس وهاي سيفير كونجنيتال اوف نيوتروفيل، وهي معطيكم عده اكزامبلز على ميوتيشنز. انا بدي انزل واخذ على اوضاع بتاثر على الديفلوبمنت، بتاثر على الفانكشن وليس على الديفلوبمنت. هي شوفوا العنوان two groups of genetic defects that affect phagocyte function without altering their development. اوكي، ال two groups هم chronic granulomatous disease يختصر CGD، كثير سهلين كثير، سهلين عشان حكيتهم انا صعب كان، adipocyte adhesion deficiency وجيبت سيرته بشابتر 3 لما حكينا عن الانفلاميشن، قلت لكم راح يجي ذكر اكثر في البرايمري اميونوديفيشنسي. طبعا نذكر الخليه حتى انها تنتقل يجب انها تلتصق وتنتقل، ف
فديس از كولد هاي مجموعه من الامراض تسمى ليكوسايت ادهيشن ديفيشنسي، فالخليه ما عم تقدر تنتقل from the blood to the tissues. These disorders are clinically important، يعني ركز عليهم هو وعم يحكي عنهم، بيعملوا susceptibility to severe infection، وعادة they are often fatal. هدول ال two groups عادة قاتلة للطفل. Okay. طيب ناخذهم شوي details أكثر. Chronic granulomatous disease results from defect in oxygen reduction pathway. نتذكر عملية respiratory burst، okay، وأخذ والفاجوسوم والفاجولايسوسوم، وأكثر عملية destructive هي respiratory burst. We have many destructive mechanisms, but the most important one, respiratory burst, اللي هي OCL والON etc. فهدول الأشخاص patients with CGD have defective NADPH oxidase. هون oxidase. ترجعوا بتتذكروا عملية respiratory burst وحطينا وقتها ثلاث معادلات، يعني فصلناهم ثلاث معادلات، وبتبدأ العملية بكل مرحلة في إنزيم يأثر. أول مرحلة اللي هو السيل سيرفيس إنزيم، اللي هو NADPH أوكسيديز، هذول الأطفال عندهم ديفيشنسي. أوكي طبعاً، فبالنتيجة they are طبعاً تتذكروا بتحطوا يعني ترجعوا تتذكروا المعادلات، they are therefore incapable of forming superoxide anions and hydrogen peroxide in their phagocytes following the ingestion of the microorganism. ومش قادرين يعملوا، معناته as a result microorganism remains alive in the phagocytes of patients with CGD, particularly طبعاً those that can produce catalase. وهذا بيؤدي إلى cellular mediated response to persistent مستمرة intracellular microbial antigen with the formation of the مصطلح اللي هو granuloma. يعني ما في شيء جديد باللي حكيتهم هون، سواء إنه الأطفال هذول بيكون عندهم deficiency في الـ NADPH oxidase، وباقي الحديث طبعاً إحنا ماخذينه سابقاً. كيف ما بيصيروا عرضة لأكثر طبعاً الأمراض، معطيكم إياهم في الخط المايل زي ما تشوفين هون هون وستر. طب الجروب الثاني اللي هي الـ LAD Leukocyte Adhesion Deficiency طبعاً is caused by defects of leukocyte trafficking، حركة الليكوسايت. وطبعاً هاي مجموعة نطلع عليها شو بيحكي لنا. قسموهم العلماء لا طبعا اختصارها ال اي دي، واضح ليكوسايت ادهيشن ديفيشنسي تايب 1 ال اي دي، تايب 2 ال اي دي، ايوه، وتايب 3. خلينا نطلع مع بعض شو قصده فيه، مش رح ادخل كثير في الديتيلز لانه رح يعطي اسماء ادهيشن مولكيولز وهي الشغلات كلها وانتجرينز وسيلكتنز وهكذا. خلينا ناخذهم ببساطه شوي. اوكي هي بيحكي فور اكزامبل، خليني طبعا هون بيحكي عده شغلات بس خليني انزلكم هون. هاي LAD1 okay cannot adhere to vascular endothelium and cannot therefore migrate out of the blood vessels into the areas of infection. ما إلها القدرة إنها تترك the blood vessel وتروح ل the areas of infection. This is called leukocyte function sorry leukocyte adhesion deficiency 1 أو 2. هاي 1 قدرتها إنها تلتصق. هلا نتذكر السيلكتين، حكينا اي سيلكتين وال سيلكتين وبي سيلكتين. هون ليكوسايتس اوف بيشنتس وذ لاكتينيد كانت رول اون ذا انتثيليوم اند فيل تو اكسترافازيت اند ريتش ذا انفلاميشن سايت. هلا حكينا عن خليه بشكل عام ليكوسايتس قبل ما تنتقل ات هاز تو ادهير ات هاز تو رول رول تدحرج وتلتصق وتنتقل. هاي اللاتينيان الليكوسايتس للبيشنتس كانت رول ما بتقدر تدحرج عن الاندوثيليوم وذلك تفشل في الاكسترافازيشن. ولا ثلاثه as a result of impaired integrin signaling okay اللي هي لا ثلاثه. فاذا ال LAD leukocyte adhesion deficiency من اسمه انتو 3 تايبس، لا 1 ما بتقدرش تلتصق، لا 2 اللي هي ما بتقدر تعمل رول اللي سميناه مصطلح تذرنج اذا بتتذكروا، ولا ثلاثه عندنا impairment للانتجرين. لما بترجعوا تراجعوا المعلومات هذول طبعا بيكون واضح جدا كل واحد شو وظيفته. هلا all forms of LAD ثلاثة are characterized by marked elevation of leukocyte count in the peripheral blood. هلا بما انه الخلايا ما لها قدرة انها تنتقل معناته شو بده يصير عندنا في ال white disease count، بيصير في عندنا marked elevation لانه الخلايا ما عم تقدر تترك وتنتقل لها التيشوز، معناته بدها تزيد عددها في البريفرال بلاد. اوكي هذا بيميزها.
طيب نيجي على كمان تصنيف عام infectiousness with selective susceptibility to infections. شو بقول لي؟ هلا most forms لكن هون بقول some forms لكن الموست of PID are characterized by broad susceptibility to infections such as bacteria or antibody deficiency, neutrophil complement, etc. etc. لكن some forms of PID are characterized by susceptibility to some specific pathogen. pathogens معينة مش هو almost forms هو بشكل عام broad susceptibility to infections لكن بعض ال PID هم to some specific pathogens طبعا دراسة لل patients the study of these patients have shown the critical role played by some components of the immune system in the response of these pathogens كتير دراسة هاي الأمراض كتير وضحت أمور بعلاقة هدول components مع immune response في التجاوب مع هدول الباثوجنز اوكي موستلي زي ما قلنا برود سسبتبيليتي لكن في بعضهم اللي هلا راح احكي انا هم 3 اكزامبلز راح احكي تو اكزامبلز عنهم تعطينا سسبتبيليتي تو سم سبيسيفيك باثوجنز مين هدول ناخذ هدول مثالين اللي هي هاي العنوان الرئيسي اميونو ديفيشنسي وذ سيلكتيف سسبتبيليتي تو انفكشن زي ما قلنا معظم برود وذكرناهم وهي هون على الكومبلمنت اللي على الفاجوسيتيك سيل وعلى التي والبي والسترا لكن بعضهم هم تو سم سبيسيفيك باثوجنز المثال الأول macrophage microcidal activity is impaired by defects in gamma interferon signaling فبقول لي the destruction of intracellular microorganisms that flourish in macrophages depends حكيت سابقا إنه الماكروفاج هي قوية بس بحاجة لتقوية عشان تعمل التخلص واضح وممكن حتى بالعكس إنه تستغل الماكروorganism in intracellular وتعيش في قلبها okay. فلازم يصير لها activation of microcidal activity in macrophage by gamma interferon. When microorganisms are taken up by the macrophages, تأخذها المacrophages, the macrophage secrete interleukin 12, which then binds to interleukin 12 receptor on T cell and induces secretion of gamma interferon. شوفوا العلاقة الرائعة ما بين ال innate وال adaptive. شوفوا هون شو بيصير عندنا. المacrophage تأخذ المايكروorganism once أخذته بتفرز interleukin 12. interleukin 12 بروح برتبط على interleukin 12 receptor على T cell وساعتها T cell تقدر تفرز gamma interferon. الجاما interferon برجع بيشتغل شايفين علاقة كيف قديش قوية ومتكاملة برجع بيشتغل على الماكروفاج عشان يعطيها القدرة أكثر more activated على إنه تعمل killing حكينا عنها سابقا. هلا هون children with genetic defect الجينات coding لinterleukin 12 هيو أو interleukin 12 receptor أو الجاما انترفيرون suffer from recurrent infection بصير عندهم infections مختلفة طبعا infections sorry محددة أكثر شيء للمايكروبكتيريوم أو للسالمونيلا اوكي نيجي على المثال الثاني defects of toll-like receptor signaling cause susceptibility to biogenic infection نذكر toll-like receptor هي أحد بي ار ار هي عبارة عن جروب 10 of molecules expressed on cell surface أو على الممبرين للإندوسوم and mediate recognition of pathogen associated molecular patterns اللي اختصار PAMPs مثل الليبوبيلي ساكرايد الجلايكوليبيلس النيوكليك أسيدز ستلا تعرفنا عنهم سابقا ما راح ناخد ديتيلز أكثر بس تذكروا حكينا انت تور لايك ريسبتر 3 و7 و9 ما حكيت على immunity to infection ذكرتهم كلهم انا طلبت مش بحفظ وقت يوم برضه هلا مش رح اطالب بس اي خلل في اي طلق ريسبتر رح يخلي انه الخليه ما لها القدره تتعرف فور اكزامبل على اللايبوبوليسكرايد فور اكزامبل على النيوكليك اسيدز وهكذا فاذا عنوان انها ديفكت اوف طلق ريسبتر كوستيدي تو بايوجينيك انفكشنز عندكم مثال ثالث لكن انا المثالين هذول كافيين يجي على الكلاسيفيكيشن الاخير واللي احنا ماخذينه سابقا genetic deficiencies of complement proteins. طبعا the complement, the proteins of the complement, their interaction أخذناه بشكل فولي بشابتر 4. وكمان حكينا على genetic deficiencies of almost all the complement proteins have been found in human. هاي موجودة التابل, okay? And these deficiencies, هاي التابل. genetic deficiencies of human complement. وكان هاي deficiency, مثلا deficiency of complement 1, اللي هو QROS 2 و 4, بيعملوا immune complex disease, اللي هو SLE-like disease. النقص في complement 1 inhibitor على angioedema hereditary angioedema complement 3 وفاكتور HOI للrecurrent biogenic infection complement 5 6 7 8 وفاكتور D للrecurrent Neisseria infection وهكذا هاي بيرد بعيدهم هون طبعا في figure 4 13 حكينا كل هذا الحكي هاي immune complex clearance inflammation phagocytosis
زينة تفضلي. الدكتورة بدي أسأل بس شغلة، هلا لما يكون في عندي ديفيشنسي بكومبلمنت 3 برضه ليش ما بعمل مثلا ال اس ال اي؟ لأنه احنا بنعرف إنه كومبلمنت 3 هي مسؤولة برضه عن الكليرنس للإميون كومبلكسز. 3 3 اكثر شيء لها دور رئيسي عشان تكمل العمليه اللي هو اوبشنايزيشن، اذا بتتذكري. يس يس، برضه بتقدر بتساعد برضه بعدم التخلص من الاميون كومبلكس. يس هي برضه لها دور، بس اكثر شيء اللي بيؤدي لشيء اسمه اس ال اي لايك ديزيز هو النقص في هذول كومبلمنت 1 و2 و4. لكن ايضا برضه تاثرات في كومبلمنت 3 لانه 3 بي بيشتغل as option and option بشكل عام للبكتيريا والسترة، لكن برضه بيساعد على الايمين كومبلكس، على التخلص من الايمين كومبلكس. ال اس ال اي سببه، خلينا شوي بس بحضرة بعد بكره، اظن بكره بعد بكره رح نحكي على الاوتو ايمون ديزيز، رح احكي لك شو اسباب الاس ال اي، فخليها بوقتها بيكون اوضح شوي. طب هاي مثلا ديفيشنسي اوف كومبلمنت 3 كورولت تو بايوجينيك انفكشن، هاي الرول اوف كومبلمنت 3 ان اوبسونايزيشن. Efficiency of terminal اللي هم 5 و 6 و 7 و 8 recurrent Neisseria infection، تذكروا Neisseria gonorrhea Neisseria meningitis، يعني بيحكي ال MAC حكينا كله عنهم سابقا. والمثال اللي حكينا للregularity هو hereditary angioedema اللي النقص بيكون في complement 1 inhibitor deficiency، هاي اختصاره C1INH، وهو مسؤول عن الديسوسيشن للاكتيفيتد complement 1 بانه يرتبط، تذكروا QROS ارتبط مع ار او اس، وديفيشنسي في كومبلمنت 1 بيؤدي لحاله تسمى هيريديتري انجيو ايديما. وطبعا كان في عندكم صوره على طفل اي ثينك وقتها، واذا بتتذكروا الايديما كان في النوز والماوث واتسترا عندها. وطبعا بيشنت وذ ريكرنت ابيسود اوف سويلينج اوف فيريس بارتس اوف ذا بادي اللي هي انجيو ايديما، بيصير وين ذا ايديما انفولف ذا انتستن، الطفل بيصير عنده بين وكرامس وسيفير فوميتينج. وايضا اذا هدف الانتستن واذا انصاب في الابر اير واي، انا حكيت كل هذا الحكي يعني بس عم رد نتذكره. The patient may choke to death from respiratory obstruction، طبعا هون بيحتاج ل ميديكال ايمرجنسي سريع جدا. طبعا مش بس الكلاسيكال باث واي، كمان اللكتين باث واي، وبيشتغل على الكاينين والبلازمين كلوتينج، وبيحكي على الايديما وبيحكي شوي ديتيلز اكثر من ناحيه مولكيولار وجينات وهكذا اذا حابين تعرف عليه بشكل اوسع. اوكي، وهذا بيكون نهاية الشابتر. خليني أرجع أذكركم على السريع جدا جدا بس خلال دقيقة وبعدين بننهي المحاضرة شو مشينا اليوم. طبعا في برايمري إيميونو ديفشنسي هاي الكلاسيفيكيشنز الرئيسيات، هاي هم بي سيل ليمفوسايد بي ليمفوسايد ديفشنسي، وأخذنا إكزامبل واحد واثنين وثلاثة. تي ليمفوسايد ديفشنسي أخذنا ديس إكزامبل، بس هذا طبعا عليه ديتيلز كثير، عمل الجينيتك ديفكتس، وبعدين هذا المثال الآخر هو داي جورج أنومالي، وبعدين تقلنا على كمان كلاسيفيكيشن ديس أوردر أوف إميونوجليشن، أخذنا ثلاثة إكزامبلز على تي ريجريتي وعلى أبوبتوسيس وعلى ليمفوسايد سايتوتوكسيسيتي، وبعدين تقلنا على الإيميونو ديفشنسي سيندروم اللي بيضم عوارض مناعية وغير مناعية، حكيت لكم عن هدول الاثنين بس في عندكم كمان إكزامبل. هي one example هاي الثاني، بعدين حكينا على genetic defects of phagocytes. اوكي، حكينا على التو جروبس اللي هم بيأثروا على الفانكشن وليس الديفلوبمنت، وهدول الامراض مهمه جدا، they are often fatal، هي قاتله. نقص في ال NADPH oxidase وعدم القدره على التحرك الليكوسايتس بشكل عام. وselective متخصصه في زي ما قلنا معظمهم broad، لكن some بيكونوا زي فور اكزامبل هون بتأثر على عمليه الماكروفاج، والماكروفاج اكثر شيء طبعا لا مايكوبكتيريا والسالمونيلا. ديفكس اوف تيل لايك ريسبتور حسب اي تيل لايك ريسبتور. واخر شيء اخر كلاسيفيكيشن جينيتك ديفكس اوف كومبلمنت بروتينز بهذا الشكل. اوكي، اند ذس از ذا اند اوف شابتر 18. شابتر نوعا ما يعني اظن بقية الشواطر رح تلاقوها سهلة، هذا نوعا ما اليوم كان بده تركيز وبده شوية دراسة عشان يعني الكلاسيفيكيشنز الموجودة والسترة وتصنيفات وايضا اكزامبلز عليها، فكان بدها شويه صغيره. اوكي، طب الكل كتب لي على في حدا ثاني ما كتب ليش من اللي بيحضر من اللي يسوي التعويض من الشعب الاخرى؟ الكل كتب لي. طب do we have any question على اللي حكينا؟ طبعا زي ما قلت بكره ان شاء الله راح ناخذ شابتر 19، و البرزنتيشن اللي كنت حكيت لكم عنها راح احكي عنها كمان يومين، هيك بنكون قاطعين مخلصين الاميونو ديفشنسيز وراح ندخل في
التوليرانس اوكي والاوتو اميون ديزيز بنكون يعني نوعا ما ممكن نبدا في يوم الثلاثاء. كل انا بحكي لكم هاليومين بشكل واسع بس نكون ماشيين كمان شوي في المحاضرات. ويجولي انا بعطي مدى اسبوع لعشر ايام في التسليمه، يعني مش رح نكون دائرين على مش رح احشره في ايام بسيطه جدا اوكي. فمن اجله كمان يومين ثلاثه بنحكي عنه اساس تشتغلوا لي عليه اوكي. If we don't have any question نوقف اللقاء ونتقابل ان شاء الله غدا في شابتر 19 جدا سهل اوكي. السلام عليكم.